طيب كابتن وحيد كامل نجم مصر ونادي الزمالك، السلام عليكم يا كابتن وحيد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك كابتن وحيد؟ الحمد لله والله بخير الحمد طبعا لله. شرف كبير ليا اني انا استقبل نجم مصر والزمالك الكبير والعظيم صديقي العزيز الكابتن وحيد كامل، وسامحنا لو قصرنا معك او مع غيرك في يوم من الايام. ده شرف ليا يا استاذ. ايه القصه بقى يا كابتن وحيد؟ القصه دلوقتي لما المستشار مرتضى مشي اول مره جه لجنه بقياده السيد لواء عماد عبد العزيز ومعاه المستشار هشام ابراهيم فمنعوا المعاشات، قال لك لا احنا ده جهاز المركزي ومش عارف ايه وحاجات زي كده بتسال في الموضوع ده. فسكتنا قعدنا بحوالي بتاع يجي 14 اشهر الناس ما خدتش فلوسها بتوع المعاشات. وبعدين مشي اللجنه مشت، جه الكابتن حسين لبيب برضو. انا على فكره انا رحت للمجموعه بتاعت السات اللي هو احمد عبد العزيز وكلمته لقيت فيه ممانعه كامله، ورحت بعد كده للكابتن حسين لبيب برضو يعني اتكلم معايا بطريقه مش كويسه طبعا، فانا للاسف رديت عليه طبعا لاني هيبقى صعب ان انا يعني اسمع كلام مش كويس، فرديت عليه وخلاص وخدت بعضي ومشيت. وبعدين حضرتك جه المستشار مرتضى تاني رجع صرف لنا فلوسنا، صرف فلوس الناس كلها، وكل ما في اي ما خلاش واحد ما ادالوش حقه، خدنا حقنا لحد ما المستشار مشي ورجع وجت اللجنه بتاعت الاستاذ عماد البنان، راجل في منتهى الاحترام وراجل قدر الموقف وعمل اللي عليه، ومعاه الاستاذ احمد فؤاد الوطن ناس صرفوا لكل المعاشات فلوسها، اللي ليه 3 اشهر خدهم واللي ليه شهرين خدهم واللي ليه 4 اشهر خدهم. جت طبعا اللجنه دلوقتي مش اللجنه اللي هو اعضاء مجلس الاداره دلوقتي ومجلس الاداره بالكامل، برضو انا دايخ بقالي اكتر من 15 يوم دايخ على الموضوع ده، انا المتولي موضوع المعاشات بتاعه اللعيبه القدامى. فيهم طبعا تعرف اللعيبه توفاهم الله، وفي لعيبه ظروفهم الماليه مش كويسه وناس بتتعالج وناس، يعني مش عايز اقول لك استاذ عبد الناصر حاجات يعني عايزه وقت كتير وعايزه حاجات كتيره اقدر اتكلم فيها، لكن انا بحب دايما اسعى ورا الذي. وعلى فكره الكابتن ابو رجلة عارف كل خطوه انا بخطوها نحو عشان بالنسبه للناس دي عشان المعاشات. المهم حضرتك حتى انا كلمت دخلت لحسام الدكتور حسام المندوب، دخلت قعدت معاه من الساعه 4 كان مديني ميعاد 5:30، انا فضلت قاعد من الساعه 4 لغايه 5:30 الميعاد المفروض اخش اتكلم معاه، قعدوني لغايه 9:30 وبقى شكلي وحش جدا جدا فوق ما تتخيل. ما ينفعش انا واحد زي ده كده في الموقف في المكانه دي ان انا يتعامل معايا كده. وبعدين الاستاذ احمد سليمان المحترم النائب كان داخل في مع المستشار مرتضى مان تو مان في الانتخابات، ابص الاقيه عضو مجلس اداره دلوقتي حاجه يعني شافني ما رضيش يقول لي تعالى نخش جوه نكلم حسام بيه. لا ما طنش، ما فيش حد بيتكلم خالص يا استاذ عبد الناصر. فما ينفعش الكلام ده كله، وكل ده ضغط على الناس وظروفهم، يعني مش عايز اقول لك اقسم لك بالله في حاجات يعني انت شوفها هيصعب عليك. ناس توفاهم الله متبهدل، يعني اسرهم متبهدله. انتوا في ايه؟ وبعدين على فكره حضرتك انا سمعت المقدمه، انت حضرتك بتقول 250,000 المعاشات دي، لا ده انت عارف 74,000 جنيه بس.
كلام. أنا يعني يعني سنويا ما يحصلوش حتى ضفر لعيب صغير. لا انا بضرب، انا بضرب مثل جدلي، مش بقول الارقام بدقه. انا بس عايز اقول لك على حاجه، كابتن حسين لبيب حد راقي ومحترم، وانا بعتذر لك اذا كان حصل سوء تفاهم. والكابتن احمد سليمان تربطني بيه علاقه قويه، واكيد لا يقصد ابدا يا كابتن وحيد. انت لا إيه؟ على عيني وعلى راسي. بس احنا مش يا كابتن، انا ما خليتش يا كابتن يا استاذ عبد الناصر، انا ما خليتش عماد حسام المندوب وهشام نصر وهشام نصر وعبد الله جورج، ورحت للناس كلها، عارف ما يعني، عارف ما فيش اي فايده ولا فيش اي مجامله ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص عايز اتها. ما فيش واحد حتى يعني. وبعدين في معلش في كمان مستشارين ماسكين، هم يعني مش عايز اقول لك، لا ده هم احتمال اللي يكونوا يعني السبب في قطع المعاش. طب عايز اقول لك على حاجه، جات لي رساله دلوقتي وانت معايا على الهوا، قالوا هم في اخر اجتماع او اجتماع مجلس الاداره خدوا قرار بانشاء جمعيه لقدامى الرياضيين. لا يا كابتن، لا انا قلت بص، هو يتعرض علينا الكلام ده. انا قلت ما ينفعش، احنا ما بنشحتش يا استاذ عبد الناصر، يعني الناس ما بتشحتش، اللعيبه القدامى ما بتشحتش. جمعيه دي بقى يعني انت عارف، اسال على الجمعيات دي بتبقى شكلها وحش. لكن انا كلاعب كوره عايز اخد حقي، انا ما خدتش حاجه من النادي، عايز اخد حقي. هم مش عايزين يدونا حقوقنا، خلاص هم حرين، مش عايزين المعاشات بس. بس هم انا بكل ده بتكلم لزمايلي على فكره، فهي دي الفكره كلها. ما ينفعش يا استاذ عبد الناصر الكلام ده يحصل خالص نهائي في نادي الزمالك. عشان خلي بالك الكشف اللي قدامي فيه اسامي مرعبه، يعني انا لو قلت الاسامي هيفهم ان انا بحاول اسخن الناس على المجلس، لان انا لا يا كابتن يا استاذ عبد الناصر، الموضوع مش موضوع كده، لا الموضوع انتوا ناس، انتوا في ايه يعني عايزين تعملوا ايه؟ عايزين تموتوا الناس؟ ما هي ماتت خلاص. يعني هي اللعيبه ذات نفسها، في لعيبه ماتت اللي بتدوا اسرهم المعاشات دي اصلا ماتوا، وفي ناس قاعده راقده في البيوت ما بتتحركش من بيوتها يا جماعه. فده يعني عيبه، يعني احنا ازاي يتعامل معانا كده؟ يعني ازاي احنا لعيبه نادي الزمالك اللي خدمنا وجبنا بطولات في كلاعيبه وجبنا بطولات كمدربين وكل الكلام ده، وفي الاخر يبقى هي دي ده مصير الناس كلها؟ ما ينفعش. خليني بس بعد اذنك يا كابتن وحيد لو تكرمت، يعني انا ورث الكابتن حنفي بسطان 800 جنيه ورثت حنفي بسطان يتقطعوا يا كابتن. ده احنا ده حضرتك اقول لحضرتك حاجه، المعاش ده اصلا من ايام الكابتن حلمي الله يرحمه. يعني ما تغيرش يا كابتن. وبعدين جه حسن عامر الله يرحمه وابو الفتوح وكل الرؤساء اللي جم كانوا بيصرفوا المعاشات دي. ما زادش يا كابتن وحيد. لا مش كده، مش زياده. لا النقطه دي مهمه، يعني المعاشات دي في الزمالك من ايام العظيم الكابتن محمد حسن حلمي. اه طبعا. ما حصلهاش اي زياده. اذكر لك ناس كانوا بياخدوا فلوس، صعيب اقول بس صعيب اقول عليهم بياخدوا معاشات، لان كانوا بياخدوا معاشات اللي بياخد 200 و300 وكلام الفاضي ده كله. يعني فهي دي اسامي دي اسامي جامده يعني، اسامي يعني اي حد يعني يقوم يضرب لها سلام في كل حاجه، في كوره او في اي مكان. كابتن وحيد، فما ينفعش يتعمل كده في نادي في لعيبه نادي الزمالك. انتوا جايين بقى يعني تخلصوا على الباقيه. كابتن وحيد مع حضرتك اشرف رمضان يا كابتن، يعني حضرتك واحد من رموز الكره في مصر، مش في نادي الزمالك بس. ربنا يخليك يا كابتن. اللي حضرتك بتتكلم عنهم يعني تاريخ كبير جدا لمصر يعني، وعلى راسنا. الله يخليك، الحمد لله. واللي حضرتك بتطالب بيه ده مش زي ما حضرتك متخيل. في نقطه اكد عليها، ان هو قال لك المعاشات دي من ايام العظيم محمد حسن حلمي، مش مستحدثه، من زمن الزمان. يعني لا، بدل من ايام حسن حلمي يبقى ما فيش حد يجرؤ انه يوقعها. صحيح، ما هو ده، هي دي النقطه برضو عايز اتكلم حضرتك فيها كابتن وحيد. يعني هل حد من مجلس الإدارة رد على حضرتك بسبب معين، لسبب معين اتوقفت المعاشات لنجوم نادي الزمالك؟ ما هو بيقول لك بص يا كابتن ممدوح، أنا عايز أقول حاجة واضحة قوي. وكل ما تيجي تتكلم مع واحد، هو اللي بيوضع الموضوع ده مستشارين. تمام. وبعدين بيقولوا إن الجهاز المركزي، طب الجهاز المركزي ما حبست ليه حسن حلمي؟
ما حبس ليه حسن بالفتوح؟ ما حبس يعني ما حبس ليه الرؤساء كلها اللي جت؟ صحيح. ما حبس ليه المستشار المصدر؟ من سنين طويله يعني الكلام ده بيحصل. طب من سنين يعني ما ينفعش يا كابتن، ما ينفعش ما ينفعش تقول لي الجهاز مركز كابتن وحيد، يبدو ان اعضاء نادي الزمالك بيتابعونا والجمعيه العموميه. في سؤال مهم من ايام الكابتن حسن حلمي، بتصرف من ميزانيه النادي ولا تبرعا من جيوب بعض الميسورين؟ لا لا لا، بص اقول لحضرتك على حاجه. انا مره الواحد بيقول لي ابعت لك فلوس، رحت شاتمه، تطولت عليه بصراحه يعني. قلت له ما ينفعش، انا باخد الناس بتاخد فلوس من النادي، بمضي على كشف بتاع النادي وبقبض وبمشي. يعني من النادي، لكن عشان واحد يجي يديني يقول لي خد ولا حاجه، استحاله طبعا اي لعيب هياخد منه. طبعا طبعا، عشان ده عيبه يعني، دي وصمه عار في جبين الناس كلها. صحيح صحيح. ان انا واحد من بخدم في نادي الزمالك. الاجيال دي يا كابتن وحيد، والله الاجيال دي يا كابتن وحيد اعطت لنادي الزمالك كتير جدا والمصر كتير جدا، واحنا ما خدناش حاجه يعني من نادي الزمالك، ما استفادوش ماديا زي الناس دلوقتي. بس استاذنكم يا كابتن، يا كابتن ممدوح، احنا لغايه دلوقتي ما استفادناش حاجه من الناس. يا كابتن اشرف، في ناس يا كابتن ما تزعلش مني، في ناس عملت ملايين، عملت ملايين وبتشتغل في النادي وبتاخد ملايين برضه. صحيح صحيح. طب ما ينفعش كده يعني، اروح نشتكي لمين؟ كابتن وحيد اسمح لي، اروح ما احنا ما بنشتكيش غير لربنا سبحانه وتعالى. الناس الغلابه دي هتروح فين؟ طب كابتن وحيد، انت كلمتني ويمكن انت قلت لي على حاجه صادمه، انك كلمت كثير من الاعلاميين دون ان تذكر اسماء. قلت لك انا خدام الاسامي دي، انا اروح لغايه البيت اشيل جزمهم على دماغي. كتر خيرك يا كابتن، يعني انا مش مقصر، بس اسمح لي نهدى ونحاول نتواصل مع المجلس ان شاء الله للحل، يعني للحل حتى نوصل لحلول. واسمح لي ان ندعوك في حلقه على الهواء الاسبوع القادم. هقول لحضرتك على حاجه هتصدق. تخيل انا موصي اداري بتاع هاند بول يكلم الناس دي، تخيل. شوف وصلت ليه بقى، ان انا زهقت خلاص. كابتن وحيد معلش، انا كنت باخد انت عارف مرتضى منصور كنا بنخش ناخد، وبعدين انا لما كان المستشار مرتضى موجود كنت اروح مخبط وداخل. انا دلوقتي عشان اخش لاي واحد اطلع بالخمس ست ساعات بره، عيب. كابتن وحيد نهدى بعد اذنك، وانا هكلم حضرتك واتواصل معاك وبدعوك على الهوا ان احنا نعمل حلقه ان شاء الله الاسبوع القادم. ان شاء الله يكون في حلول ان شاء الله كابتن وحيد باذن الله. انا يا جماعه من الاعلاميين اللي ما بحبش استغل ظرف او اسخن حد عشان استفيد من اي سبق بالنسبه لي واهي. لا، ولازم رد الطرف الثاني كمان. لا، قدام موضوع انساني بحت. يعني انا قدامي يعني معذره يعني وسامحني، في تفاؤل كبير من الجمعيه العموميه والناس طلبت المداخلات. يعني اسره الكابتن العظيم رأفت عطيه 4000 جنيه، كابتن حنفي بسطان، احمد رشاد محمد 2000 جنيه، ورثه محمد عثمان 1300 جنيه، ماهر هليل يعني، والنبي انا يعني بس والله يعني مبالغ، يعني في اسماء مرعبه. لا يعني ممكن اقول حاجه يا استاذ نصر؟